السلام عليكم. اليوم شي وقتنا ديال الفسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم. اليوم اللي كيف وعدتكم غادي توريكم العجين المورق. العجين المورق اللي عندي داخله فيه واحد نص كيلو ديال الدقيق. هذه عندي مارغرين، مارغرين اللي عندي فيها 250 غرام. هاد المارغرين اللي بغيت انا نهضر لكم عليها هي الاولى، اللي هي الزبده تكون مزيانه فيها الجوده. يعني هذه انا واخداها من يومبو، كاين يمكن البنات ياخذوها من البرت، كاين يمكن ياخذوها من امس، ياخذوها من جميع المحلات التجاريه الكبرى. بالنسبه لهذه سولونيه واش هو في ليدل ولا في الالدي، ما كنجربش بزاف هادوك، ولكن انا اكثريه تندير هادو. هاد المارغرين كذلك غادي يكون راه معروفه، مارغرين راه فين ما مشيتو كاينه، حتى في المغرب الناس ديال المغرب راهم عارفينها، وكذلك عارفين هاد الدول العربيه واللي في الجزائر ولا تونس ولا سوريا ولا على جميع الدول العربيه والاوروبيه. اللي هاد المارغرين هادي عندي فيها 250 غرام، وانا غادي ندخل الدقيق 500 غرام. اول علاش بديت لكم بهاد الزبده؟ لان هاد الزبده هي مهمه، اننا خصنا اول حاجه فاش غادي نحلو هاد الزبده اللي غادي تكون عندكم على درجه الحراره في المطبخ، ما تكونش قاصحه، ها انتما كي كتكون دايره. بالنسبه لهاد الزبده هادي انا بغيتها غادي نقبطها، غادي نخدمها مزيان بيدي حتى ترطب، اللي حتى ما يبقاش هاد اللون الصفر مع البيض، تولي عندي لون واحد. من بعد ما غادي نمعكها، لانني انا هي الاولى بغيت نخدمها ونطلقها، وغادي نديرها في واحد البلاستيك ديال الفيلم اليمونتير اللي غادي نجمعها به، وغادي نحطها في المجمد اولا في الثلاجه. تقدر تقبض راسها مزيان، ولا ما جمدتش غادي تقبض تحطوها في المجمد اللي باش ما تخسرليش العجينه. دابا هاد الطريقه هذه غادي نخدمها، وغادي نرجع لكم باش نكملوا الطريقه الثانيه. بعد ما غادي نكملوها عاد ندوزوا لطريقه العجينه ديال هاد العجين المورق. نبداو على بركه الله، بسم الله. دابا درتها في هاد، غادي نقبطوها، غادي نخدموها هكا بيدينا، كتسمعوها هكا تطقطق. خصكم غير تبعوا معايا الخطوات، كنحس بها هي بدات تترطب لي فيدي. صافي، حتى ما تبقى لكمش حتى حاجه فيها، كتحسوا بها انها رطبت لكم. انا غير كنوري لكم، لانني انا هادشي يمكن لي نديرو بلا ما تشوفوا، ولكن انا كنبغي تشوفوا هادشي كلشي قدامكم باش تنجح لكم الحاجه. غادي نغسل يدي ونرجع لكم. هنا من بعد ما غسلت يدي رجعت لكم، غادي نقبض هاد الفيلم الالمونتير الغذائي، غادي نقبضوها وغادي نبسطو هاد كذلك نمسح يدي. هادشي تعرفوا هادشي ديال الزبده اللي خصو شي شويه، غادي نقبض هكا وغادي نحط هكا. طويت ديك البلاستيكه على جوج وخليت لها المساحه هنايا. دابا غادي نقبض، غادي نقطعها بحال هكذا، غادي نبسطوها بيدينا او لا بالدلاك. باش نحاولو نجيبوها مقادده وحنا كندورو هكذا، ها
غادي نديروها قارية بحال هكا كيف كتشوفوني. صافي بحال هاد الطريقه هكا. وغادي نديرها عندي في المجمد حتى نحتاجها، وعلى ما نجي نحتاجها غادي نخرجها بواحد ربع ساعه باش تطلق راسها، باش غادي نحتاجها في البلاصه اللي غادي نخدم العجينه اللي غادي نخدم فيها الزبده. صافي ها هي دي واجده. دابا ها نتوما كيف كتشوفوا البلاستيك عندها من التحت ومن الفوق. دابا غادي ندخلها المجمد، تقبط راسها مزيان فواحد الصوينيه اولا طبسيل، من الاحسن تكون صوينيه بتكون بلا هكذا باش ما تعوج ليهاش حتى حاجه. صافي درتها انا في صوينيه، غادي ندي المجمد ومن بعد ندوزو للعجينه ان شاء الله. من بعد ما خدمت الزبده درتها في المجمد، غادي ناخذ هذا العجانه ولا بيديكم على حسب. بالنسبه لهذا العجين العجين المورق هذا كيقولوا له العجين اللي كيخمر، كاين العجين العادي وكاين العجين هذا. هذا ساهل كيجي خفيف ومفشفش، كنجربو مرارا وكيصدق لي. عندي نص كيلو ديال الدقيق الممتاز، نحاولوا نغربلوه قدامكم باش تاكدوا انني انا راني كنغربل كل شيء. الدقيق غادي تشوفوه انه هو ما فيه حتى شي حاجه، هذا دائما كنخدمو ما عنديش معاه مشكل. ها نتوما كيف كتشوفوا هاد الحبيبات هادو حتى هما رطب، فاش كنخدمو في شي كيك ما تيتخدم كيتحلو، وانما ما فيه حتى شي حاجه هاد الدقيق هذا. المهم تاكدوا نتوما انكم خصكم تعجنوه، وهذا كي قلت لكم انا كناخذو من ليدل. هو اللي كنفضل، كتجيني العجينه ديالو في كل شيء مزيان. صافي كيف تاكدنا اننا غربلناه، هذا الدقيق ديالنا عندنا. بالنسبه للمقادير المسائل اللي غادي نديرو، غادي نديرها لكم قدامكم. غادي ناخذ هذه غادي نعبرها، غادي نعبرها بالغرام، راها عندي دائما في الغرام. غادي ندير واحد العشرين غرام ديال الخميره ديال الخبز، هادي 20 غرام. غادي نعبرها لكم بالمعلقه باش غادي تشوفوها شحال غادي تعطينا، باش تكونوا عارفين اي حاجه كنخدمها قدامكم. الناس اللي غادي يخدموا بالمعلقه ها نتوما، ها هي معلقه كبيره، ها هي الثانيه، عندكم جوج معالق ديال الخميره ديال الخبز، ماشي عامرين مقببين معني متوسطين. بالنسبه عندي هاد محسن ديال العجين، يعني الصودا، غادي نخدمها، راه كتباع هنايا ولا في المغرب اللي كيحسن العجين لاي حاجه. هانا غادي نخويها كذلك حتى هي،
بيكربونات الصودا، وعندنا خنيشه ديال الفاني كذلك. عندي واحد العشرة غرام ديال الملحة، كم الغرام تجيبو هنيشان، هانتوما هاي دي 11 غرام، هاي دي 10 غرام، هي معلقه صغيره اولا نص معلقه كبيره هكذا. بغيتو تنقصو قل اللي ما كيخدموش الملح يقد تنقصو. صافي هي معلقه صغيره عامره ديال الملحه. غادي ندوزو للسكر، السكر كذلك غادي نديرو 80 غرام. نيشان جبتها 80 غرام، ها هي دي، غادي نضيفها كذلك هنا. غادي نضيف حبه ديال البيض، وغادي ندير معلقه صغيره ديال الزبده، ها هي دي معلقه صغيره ديال الزبده، غادي نضيفها حتى هي. وعندي واحد المعلقه كبيره عامره ديال الحليب بودره، يعني الحليب غبره، ها هي دي. صافي دابا عندي هنايا بالنسبه للماء، الماء غادي ندير واحد 200 غرام حتى 250 على حسب الدقيق اللي عندكم. نتوما غادي تبداو ب 250، بتبداو ب 200، انا غادي نعجن قدامكم. صافي بقات هي نقطه، هذه هي 200، نقدر واحد 50 غرام نزيدها اولا ما نزيدهاش. دابا هذا الخليط هذا كله غادي ندفي هذا الماء المسخون، هذا ندفيه في ميكرو هوند وغادي نعجن به. دابا غادي تمشيو معايا للعجانه باش غنجي نشوفوا العجين. هذه العجانه اللي غادي نشعلها قدامكم، هاني شعلتها، غادي نشعل عليها، غادي نخلط العناصر. غادي نبدا كنضيف الماء، هاد العجين هذا كيخصو يتعجن مدة 10 ديال الدقايق باش يرجع لنا مزيان، ما يكونش قاصح وما يكونش حنا محتاجين بهاد العجينه تكون شي شويه قبطه راسها باش كتساعدنا في الطليق. غادي نضيف الماء الثاني ديال 200 غرام، غادي نشوفوا واش غادي يزيد يطلب لنا اكثر ولا اكثر. دابا غادي مشيت غادي نزيد واحد 50 غرام شويه، ضروري 250 غتدخل لكم. ولا قل، هانتوما شفتو الما مازال. انا ما عنديش بها الغرض انها تكون عندي جاريه، بغيتها تكون هكذا بركه من الماء. تقريبا دخلت لي 225 على حسب نتوما الدقيق اللي كان عندكم ناشف. غادي تزيدو العجينه، انا غادي نشوفها العجين ديالي من بعد ما قلبتها لقيتها بانها بركه عليها في هادشي.
غادي نخليها كتعجن مده 10 ديال الدقائق ونرجع لكم. صافي هنا العجين ديالي من بعد ما تعجنات هانتوما شفتوها طبعا، غادي نقبضها كي قلت لكم. تقدروا هانتوما تعجنوها ب هانتوما رطبه بزاف زوينه بحال اللي راكي كتعجني شي كاطو. صافي غادي نديرو لها هكا، كذلك كي قلت لكم هذه مهمه. نديرو لها هكا ونضيفو هاد الطرف هكا وكذلك هذا هكا. غادي نضيفوها في الثلاجه مده نص ساعه، غادي تبرد مزيان لانها هاد العجينه هادي. دابا كتقولوا علاش كندير لها هكذا؟ هكا باش تبرد ليا مزيان وتخرج لي الفورمه ما معدبانيش، يعني درتها كاريه باش حيت تخرج بارده غادي نطلقها بالدلاك تجيني سهله. صافي دابا غادي نديرها في واحد الغطار ولا طبسيل وغندخلها للثلاجه تبرد مزيان مده نص ساعه. هاد بالنسبه لهاد العجين المورق اللي كيخمر سهل، اسهل ما يكون، يعني ما كيعذبش ودغيا كيوجد، ماشي بحال الاخر اللي كنصوبوه شحال من حاجه وفيه وشحال ديال الصعوبات. هذا اسهل حاجه وغادي تجربوا وغادي تقولوا فعلا كانت النتيجه سهله وبالزربه كتصوب. غادي نغطيه باش ما باش يرتاح مزيان. صافي غادي نخليه مده نص ساعه ونتلاقى معكم. هنا من بعد ما بردات لي الخميره نهائيا انا عاد راني خليتها بيتات كثر لانني كنت مشغوله شي شويه. صافي غادي نرشو شي شويه ديال الدقيق غادي نجيب الدلاك ضروري نرشو الدقيق نعمر هذه بالدقيق. غادي نديروها كاريه ما تكونش رقيقه. بحال هكذا غادي ناخذ داك الزبده اللي بردات لي مزيان غادي نزول لها هاد البلاستيكه ديالها. تلفات ليا منين ها هي دي. غادي نقطعو ونحطوها هنا. صافي
غادي نقبطو هاد الطرف هذا، غادي نصوبو هكذا، غادي نضيفوه على هاد الطرف هكا، وغادي نجيبو هاد الطرف الثاني وغادي نضيفو هكذا باش يخرجوا لنا جدع هادوك التنيات. غادي نقبطو الدقيق، غادي نرشف، غادي ندوروها كذلك، وغادي نديوها هكذا. باش كنقول لكم هذه بسيطه، هذه ما فيهاش شي مجهود كبير. صافي غادي نقطع عاوتاني كذلك، غادي نطويوها هكا وغادي نطويوها هكذا. ولوليو نطلقوها باش كتعطينا جوج ديال الطويات، يعني 4 في 4 حتى كتعطينا 6. انا كنحس بالزبده راه كت غاده معايا. صافي غادي نقبطوها وغادي نطويوها بحال هذا الشكل، ونزيدو هذا الطرف هذا، وغادي نوليو نردوها في نفس الغطار اللي كان عندنا، ولا نجيب واحد نقي هذا، وغادي نرشو كذلك الدقيق، وغادي نردوها عاوتاني للثلاجه غادي ترتاح عاوتاني نص ساعه اخرى، باش ان شاء الله غادي ندوزو باش غادي نخدموها. صافي نرشو شي شويه ديال الدقيق على حسب، هي كل ما كانت بارده كتكون احسن. وغادي نغلفوها عاوتاني بالبلاستيك الغذائي، هذه طريقه سهله وكتخدموها ديك الساعات ونص كيلو، راه تبارك الله كينزل، غتخدموا به ديك الساعات بغيتوا المالح والحلو داك الساعات غادي تخدموه بها. مازال ان شاء الله غادي نرجع معكم. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال العجينه المورقه اللي كتخمر، كتجي بحال هذه الطريقه هذه. دابا جبتها من الثلاجه المره الثانيه اللي قلت لكم، داك الساعات كيمكن لكم تستعملوها في اي حاجه. اللي دابا غادي نصوب بها قدامكم واحد لي كرواسون، ولكن غادي نخلي لكم هذا الفيديو هذا خاص بالعجينه المورقه باش ما نطولش عليكم. غادي نخلي غادي نخدم دابا الكرواسون اللي غادي تشوفوها قدامي، من بعد غادي نخلي لكم تحت الرابط الوصفه ديال العجين المورق اللي كنتمنى تعجبكم وتجربوها، وغادي تعجبكم بزاف، لان هذه ما غادي تقولوا لي بان واش غادي نديروها في المجمد، لا ما غاديش نديروها في المجمد، وانما كانت تخدم كميه يمكن لكم تعجنوا الكرواسه وتساليوها وتدخلوها للمجمد فاش تحتاجوها. كتخرجوا تسخنوا الفران شويه مسخن وكتدخلوا فيه ديك الكرواسه ديالكم اللي كنتو فاتت لكم بعد ما كتطلق، وكتحم كتشم العافيه وكتقرمل وكترجع بحال الكرواسه طريه. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما تنساوش لي كومونتير ولي جيم، ومرحبا باللي يدخل القناه ما ينساش يدير ابونيت ويبرك على الجرس. وشكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.